اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الكتاب في برنامج كيبكات. نقوم بالضغط هنا على الاعدادات إيه من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات. وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على كيبكات خاص بكم. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم بعدها سوف نقوم بالضغط إلى متجر جوجل هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيقكم كيب سوف يظهرنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم <applause> بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كيبكات هكذا نكون قد